فقرات وموضوعات التاسعة لا تزال مستمرة مع حضراتكم والإعلامي يوسف الحسيني. مساء الخير يوسف. مساء الفل يوسف، ازيك يا دينا؟ الحمد لله، ازيك يوسف. طبعا اليوم النهاردة يوم الثانوية العامة ونتيجة الثانوية العامة، والحقيقة عايزين نتكلم في نقطة مهمة جدا، ان في بيوت النهاردة فرحانة وفي بيوت الأب والأم زعلانين والطالب. احنا عايزين نقول ان دي مش نهاية المطاف، وان ده مش نهايه الماراثون، يعني في كليات، في طموح، المستقبل ده دايما بيكون بايد ربنا، مش بكليات القمه ولا بالاهتمام بالالتحاق بالكليات دي. هقول لك حاجه، احنا عموما في ثقافتنا عندنا ماساه، ان احنا تحسي كده في تركيبتنا الذهنيه ان احنا جنائزيين قوي. يعني ما ليه؟ اولا البكاء على اللبن المسكوب لا يفيد في اي شيء، لقد سكب اللبن. هنعمل ايه يعني؟ هنذبح العيال مثلا؟ لا. هنعلق لهم مشانق؟ لا، اللي حصل حصل، عدت. ده المفروض الكلام اللي فهمه الاب والام علشان ما يقعدوش يضغطوا على الولاد. الولد ده بقى جاب 50%، جاب 90%، اصل كنت متوقع له يجيب 96 وابو 50 كان نفسي يجيب لي 70. يعني خلصت يا جماعه، سيبوا العيال في حالها. اعتقد خلاص. اعتقد يوسف النتائج اللي شفناها النهارده والنسب 65% للشعب الادبي مرحله اولى، ما شفناش الكلام ده من زمان جدا، من على ايامي يعني. بالظبط، يعني احنا الدنيا بدات ترجع تاني، ان الامور تبقى اهدى شويه، ما عادش فيه بقى الصراع على ال 105% وال 106%. دلوقتي الفرص متاحه جدا لكل الطلبه، عندنا 500 تقريبا كليه على الجامعات. اعتقد ان دي جزئيتين ايجابيتين في الموضوع النهارده، يخلي اللي ما كانش عنده فرصه قبل كده يبقى عنده، لكن الناس تفكر صح. بالزبط. اروح فين المعهد؟ زي ما وزير التربيه والتعليم قال النهارده، مش لازم كليات القمه، في كليات كتير متخصصه وفي معاهد اكاديميه، لازم نغير تفكيرنا شويه. عارف انت زي الفيلم كده، يا جو يا جو. بص يا يوسف، انا عندي وجهه نظر في القصه دي كلها. القصه اولا مش متعلقه، اولا انت مستقبلك مش بيتحدد على الثانويه العامه ولا حاجه، وبالمناسبه هو برضو مش بيتحدد على تخصصك في شهادتك الجامعيه. بالزبط. انت خريج صيدله وانا خريج اقتصاد، واحنا الاثنين بنشتغل شغلانه لا ليها علاقه لا بالاقتصاد ولا بالصيدله. اتخرجت من ايه يا دينا؟ اعلام القاهره. اعلام؟ لا خلاص، دينا في التمام يعني. دينا مكمله مشوارها في المظبوط. حلو. طيب، لكن اللي عايز اقوله ايه، واحنا بنضرب المثل باليوسفين اللي موجودين دلوقتي دول، كل واحد فيهم اتخرج بشهاده معينه بعيده، قد تكون كل البعد في حالة يوسف مثلا عن الشغلانة دي، في حالة يوسف الحسيني برضو بعيدة، صحيح مش كل البعد، يعني في تقارب ما، بس ايه اللي جاب القلعة جنب البحر؟ ايه اللي جاب الصيدلة جنب الإعلام؟ مش معيار ومش مقياس، ده اللي بنقوله. طيب فعلا للأسر المصرية. بالظبط، احنا خدنا من وقت حلقتك كتير طه، والله بنقول انا احب المناقشات اللي هي في فقراتك الليلة سلسية. اكيد مليانة بالاخبار والموضوعات الايجابية ان شاء الله. حدود لك التوفيق، وننضم لمشاهدينا كالعادة باذن الله. شكرا يا يوسف، شكرا يا دينا، شكرا لكل صناع التاسعة، ونستأذنكم نبدأ فقراتنا.